بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. السلام عليكم ورحمة منه وبركاته ورضا. يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة القصص: واستكبر هو وجنوده. وزاد الأمور تعظمته، كبر في المسألة، اختار دم عليهم لأنهما حير الخطر وحير الباطل وحال الأباطيل، مش باطل، أباطيل من كل المستويات وكل من كل فن، لأنهم بالعامية احذروا هو وجنوده. هنا الآية هنا تبين وجه آخر من المصيبة التي أحاطت بأهل مصر آنذاك، وقعدت الطريقة هذه الفرعونية يرثوها الطغاة والجبابرة حتى قيام الساعة، وهم أول من يدفع الثمن هنا وهناك، وقبورهم من حفر النار والعياذ بالله. واستكبر هو وجنوده في الأرض. الآن عاود الاستكبار هو أروغونس، علموها في الانترنت، حط أروغونس تشوفوا ماذا قيل عنها وما تاريخ أصحابها وما مآل من قال بها وعمل بها. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. خاب فألهم واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. حطوا ببالكم كل من يحط نفسه منها يكون عصابة وبعد يعطيها راية الإسلام وقول هذه طريق السبيل القويمة، قول والله استرنا من هؤلاء وإلا طهر صفوفهم وإلا قينا عثراتهم وإلا أبعدنا عن شرهم وإلا سلطنا عليهم كي نقهرهم، لأن الارتهاج في هذه الحالات واجب شرعي لتقيموا دين الله وتحافظوا عليه في دياركم. والسلام عليكم ورحمة الله.